بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. نحن الليلة جايين لكم زيارة من القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة. نحن جينا نبلغكم يا أخواننا تحيات أخوكم القائد العام رئيس مجلس السيادة أخوكم عبد الفتاح البرهان. كل العاصمة العمومية، الحرب كل الجزيرة، البؤر اللي قاعدين فيها في بحر أبيض، شمال كردفان، ودارفور الحبيبة. نحن ساعد نمسك الناس ونقول لهم لا شوية، هم يقولوا مستعجلين، لأن الروح الوطنية، روح القيم حقت الشعب السوداني اللي ورثناها من أجدادنا من ملح هذه الأرض، من تراب هذه الأرض يا أخوانا، فينا حامية. نحن لكن كمان نحن والله شبابنا ما بنضيعهم ساي. لذلك أخوانا في بورسودان الليل كان قلت لك في بورسودان في كميات بتاعت رباعيات، كميات بتاعت ثنائيات، كميات بتاعت دوشكات، كميات بتاعت جرانوفات، بكل انواع الاسلحه يا اخواننا وصلت بكميات. اخواننا الكبار في بورسودان ما قاعدين ساي وما نايمين وما خارج جو المعركه، هم في لب المعركه. التجهيزات عندهم عاليه، التجهيزات النوعيه الاخرى ايضا عاليه. اخواننا جاهزين الان للمراحل الحاليه. نحن الان ما ماسكين لجامهم، لكن هي المعركه بدت. لانه الان في كل محاور القتال كم يوم لورا، والليله من الصباح اتحققت خسائر كبيره جدا في الحوار. اخواننا عبد الرحيم كانوا معانا في المدرعات وفي ام درمان قوات عمل خاص، لكن احنا بنقول لهم الدور ده العمل الخاص من فوق.